بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم الأستاذ علي النقيب، معلم الفنية، طلابي الأعزاء، صف خامس. هنستكمل موضوعنا اللي احنا بدأناه الأسبوع الماضي، وهو طباعة زخرفية بالتفريغ اللي قلنا عليها، اللي هي الستنسل. وزي ما احنا شايفين قدام مننا دول وحدتين اتنين متفرغين، واحنا عارفين هم كانوا الأول بيستخدموا طباعة الستنسل قديما في طباعة الكتابات والزخارف اللي كان بيتم تطريزها على قماش قسوة الكعبة المشرفة. خلينا نشوف اليوم ازاي نعمل قطعتين جنب بعض على اساس انه يديني واحدة زخرفية بالطباعة، لان احنا عارفين ان احنا بنستفيد بالستنسل اما نقل زخارف او نقل كتابات بطريقة بسيطة، وممكن اكررها مرات عديدة. هنشوف النهاردة ازاي باخد، طبعا زي ما احنا اتعلمنا المرة اللي فاتت، المدق او الرول اللي احنا قلنا عليه. تعالوا هنجرب مرة كده ومرة كده. ممكن ناخد الرول اللي احنا شايفينه ده كده اهو، بسحب اللون عليه وببدأ اتحرك كده زي ما احنا شايفين اهو، اروح واجي باللون واعبي الرول واروح واجي كده باللون زي ما احنا شايفين. المهم ان انا احاول ما اخليش الرول ياخد مساحة من اللون كتيرة، لان لو اخد مساحة من اللون كتيرة او كمية من اللون بيفترش تحت الستنسل وبيوسخ العمل، بيديني شكل مش كويس. اهم حاجه زي ما قلت كثافه اللون، الالوان اللي احنا ممكن نشتغل بيها تكون الوان بلاستيك او الوان مائيه او الوان اكريليك او حتى الوان زيتيه. المهم ان يكون كثافه اللون مره كثيره، ما يكونش فيها نسبه مويه كتير لو كانت الوان اكريليك او الوان مائيه. اما الالوان الزيتيه زي ما احنا عارفين ما ينفعش نحط عليها مويه. دي اسلوب الرول اللي احنا عملناه، طبعا بياخد وقت اسرع. التاني نظام المدق زي ما احنا شايفين، بعمل نظام دقات خفيفه كده اهو. طبعا الموضوع سهل، وطبعا الاستنسل ده او الوحدات المفرغه احنا ممكن ننفذها بيدنا على ورق شفاف او ورق التجليد، تمام. وممكن انت تجيب الوحده مفرغه جاهزه موجوده في المكتبات زي ما احنا حصلنا عليها قبل كده، وبنعمل زي ما احنا شايفين اهو. ممكن اعمل اكتر من لون، مش لون واحد زي ما انا شايف. انتوا شايفين اللي بعمل زي نظام دق دق دق، مش نظام مسح، لان لو مسحت ممكن اللون يفترش زي ما قلت وينزل اسفل العمل ويخرب علينا الشغل. زي ما احنا شايفين كده بنوع باستخدام الالوان. زي ما انا شايف كده الموضوع بسيط جدا، ما بياخدش مني وقت. لاحظ ان انا طبعتين اتنين ما خدوش مني وقت، ممكن دقيقه دقيقتين اطبع. ممكن تخيل ان انا ممكن الطباعه بالاستنس اللي انت شايفها دي ممكن اطبعها على خشب، ممكن اطبعها على جدران، ممكن اطبعها على قماش، يعني بسهوله جدا الاستنسل ان يمديني ان انا ممكن اخده وانقله من سطح لسطح اخر. ودي اللي احنا شرحناها الحصه اللي فاتت في الاسبوع الماضي. تعالوا بقى نفك ونشوف النتائج بتاعتنا شكلها ايه بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. فوق طبعا لاحظ قبل ما اتكلم، ما انا مثبت الاستنسل بقطع من التيب على اساس انها ما تتحركش، وانا بفكها ما اسحبهاش بسرعه او اسحبها لاسفل. شويه شويه افك اللون بالراحه، بفكها زي ما احنا شايفين كده، واللي بعدها وافك اللونين زي ما انا شايف كده. ادي القطعه الزخرفيه اللي احنا عملناها، بسيطه جدا، قطعتين ورا بعض على سطح واحد. يمديني ان انا انوع، يمديني حتى ان انا ممكن اطبع بجزء من قطعه ثانيه، يعني يمديني ان انا اختار جزء من قطعه اخرى وانفذ بيها. الموضوع سهل جدا، اتمنى ان انتم تستفيدوا. احنا طبعا الاسبوع الماضي كنا نفذنا قطعه واحده بالشكل اللي احنا شفناه ده، كان ده الحصه الاسبوع الماضي. دلوقتي انا نفذت بشكلين جنب بعض، يمديني اكررهم سواء زي ما انا شايف تكرار متبادل او تكرار عادي ان انا اكررهم جنب بعضهم. وبهنا نكون وصلنا ان شاء الله لنهاية الموضوع. اتمنى ان الطلاب يشاهدوا الفيديو ويحاولوا ان هم ينفذوا بعض الاعمال ويشاركونا بيها على الواتساب او على الكلاسيرا. طبعا زي ما احنا شايفين نبهناكم دي الالوان الاكريليك اهي، وبحطها اما في طبق الوان او بحطها على ورقة شفاف على اساس انها ما توسخش المكان واحافظ عليه. والى هنا ننتهي من درسنا اليوم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.